عندما يتم يعلن أو تبدأ الشائعات حول تعديل أو تغيير حكومة بدون أي سياق سياسي. لماذا هذا حدث ولماذا لم يحدث؟ لا يعبر عنه، لا يعبر عنه مطلقا. طب هذا حق الشعب، صحيح مثل ما قال الدكتور إنه حكوماتنا ليست منتخبة، صحيح حتى هذه اللحظة وفق الدستور هي ليست منتخبة، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون في هناك خطوة إصلاحية بهذا الاتجاه، بمعنى حكومة عبرت عن برنامجها وأخذت الثقة على أساس هذا البرنامج، فمن حق الناس ومن حق مجلس النواب أن يعرف لماذا سيجري هذا التعديل أو